نأتي للنوع أو الخامس من أنواع المعارف. النوع الخامس من أنواع المعارف المعرف بالألف واللام. نقول المعرف بالألف واللام أو المعرف بألف. المعرف بألف واللام والمعرف بألف، النوع الخامس من أنواع المعارف. المعرف بألف بالألف واللام أو بألف ينقسم كذلك إلى قسمين. هنا الأل هذه التي تدخل على الاسم النكرة فيصبح معرفة الأل، هنا يسموها الأل للجنس وأل للعهد. الأل هذه أل للجنس وأل للعهد، يعني الأل نقول الأل الجنسية والله أل العهدية، أل الجنسية والله الأل العهدية. هذه الأل التي دخلت على الاسم النكرة فصار معرفة، كيف نعرف أنها هذه أل للجنس وهذه أل للعهد؟ كيف نعرف ان هذه ال الجنسيه وهذه ال العهديه؟ شوف الامثله، تعرف الال الجنس، الال الجنس هي الداخله على نكره تفيد معنى الجنس المحض. ال الجنس هي الداخله على نكره تفيد معنى الجنس المحض من غير ان تفيد العهد، من غير ان تفيد العهد. المثال هنا مثال، مثلا كلمه نجم، نجم هذا اسم نكرة دخلت على ال، النجم، النجم دخلت على ال، هذه ال التي دخلت عليه فأصبح معرفة. هذه ال التي دخلت عليه هنا نسميها ال للجنس. ليه؟ لأن كلمة النجم هنا لم يسبق ذكره من قبل فهو نكرة معنى محض. إذا المثال الثاني، إن الإنسان لفي خسر، قال تعالى إن الإنسان لفي خسر. كلمة إنسان، إنسان دخلت عليه ال، الإنسان، فالإنسان هنا نكرة جنس محض لم يسبق عهد به فهنا نسميها ال الجنسية. كلمة الكتاب، كلمة كتاب نكرة فدخلت عليها ال أصبحت الكتاب، الال هنا ال جنسية لأنها لم يسبق العهد بها من قبل وهي جنس محض غير من غير ان تفيد العهد. كذلك قلم نكره دخلت عليه ال فاصبحت انا معرفه بال، انا نوع ال الجنسيه لان انا قلم نكره محضه من غير ان تفيد العهد. هل يسموها ال للجنس؟ لان الجنسيه هي الداخله على نكره تفيد معنى الجنس المحض من غير ان تفيد العهد. مثال، ان الانسان النجم مضيء بذاته، الكتاب القلب، هذه أصبحت معارف معرفة بأل، معرفة بأل، والأل هنا يسموها الأل الجنسية. إيش هي الأل العهدية؟ الأل العهدية تعرف هي تدخل على أمر يشعر بمعرفة السامع له لتقدمه في الذكر صراحة أو كناية. الأل هنا العهدية تدخل على أمر يشعر بمعرفة السامع له لتقدمه في الذكر صراحة أو كناية. مثال، قال تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. كما أرسلنا إلى فرعون، فرعون هذا نكرة، فعصى فرعون، عفوا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، عفوا رسولا هذا نكرة، رسولا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا معرفة، الرسول هنا معرفة معرفة بأن الرسول. هذه الأل نسميها الأل العهدية. ليه؟ لأن سبق للسامع، سبق للسامع ذكره قبل. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فالأل هنا نسميها الأل العهدية. ليه؟ لأن الرسول سبق ذكره من قبل. مثال آخر، قرأت كتابا ثم أعطيت الكتاب لصديقي. قرأت كتابا، كتاب هذا نكرة، ثم أعطيت الكتاب، الكتاب هذا معرفة، معرفة معرفة بأل. ليه معرفة معرفة بأل؟ شنو نوع الأل هنا؟ عهدية وجنسية. لعل الأل نسميها العهدية. ليه؟ لأن سبق ذكر الكتاب من قبل، سبق ذكر الكتاب من قبل. إذا كان المعرفة سبق المعرفة بأل، سبق ذكره من قبل، فنسميها الأل العهدية.
لم يسبق ذكره من قبل وهي نكرة محضة، سميها الال الجنسية. هذا الفرق بين الال الجنسية والال العادية. إن شاء الله تكونوا قد استوعبتم الشرح. إن شاء الله في الحصة القادمة نكمل بقية أنواع المعارف، هي هناخذ المعرف بالإضافة والمعرف بالنداء. إلى ذلك من حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.